الفصل الثاني وهو تصريح ملك المغرب. تصريح ملك المغرب، وأنا أشكره جدا على الوضوح والصرح، أشكره جدا، ونظن الشعب الجزائري يشكر على هذا الوضوح. ماذا يقول هذا التصريح؟ إنني كلما ضربت في الصحراء وكلما ضرب الجيش الموريتاني فسأضرب الجزائر، فسأعتدي على الجزائر. هذا كلام ملك المغرب. كلما توقع عملية في الصحراء فسأضرب الجزائر وسأعتدي على الجزائر. إذا استمعت يعني بإمعان عندما كان يتكلم على هذا الموضوع وذكر بالفرنسيين التاريخ القديم، طبعا أنا لا أريد أن أنزل إلى مستوى معين في حديثي أبدا، لأنني أعتقد وأعتبر أن الحالة لا تحتاج إلى استعمال الكلمات التي فيها السخرية وفيها السب وفيها الشتم، وإنما فقط نعالج الجانب السياسي. تكلم على حق المطاردة، وهذه تعرفوا أنها أول يعني اللي انشأ هذا التعبير وصار هذا التعبير انظر الاستعمار الفرنسي، وطبق هذه الفلسفة، فهي في الأصل فلسفة استعمارية محضة. ضربت قواعد الثورة الجزائرية في ساقط سيدي يوسف، وبعد تأميم القنال كذلك كان فيه تأميم القنال، وكانت الثورة الجزائرية مثل ما كان يعتقدوا في ذلك الفرنسيين في ذلك الوقت بأنه عندما تضرب القاهرة فستتوقف الثورة الجزائرية، واستعملت هذه السياسة في الفيتنام وفشلت، وهي الآن يطبق فيها الإسرائيليين بالنسبة لبنان وبالنسبة للمداشر العربية، وتطبق فيها جنوب أفريقيا وروديسيا. ملك المغرب قال للشعب الجزائري بصريح العبارة أنني قررت الاعتداء على حرمتك، قررت الاعتداء على سيادة بلادك، قررت اختراق الحدود الجزائرية. طبعا أمام الحالة هذه من العمل، والاعتداء بين واضح والنية واضحة. نقولها بكل بساطة وباسم 18 مليون جزائري بأننا لن نعتدي أو ولن نكون البادئين بالاعتداء، ولكن سندافع على حدود بلادنا، سندافع عليها مثل ما دفعنا عليها بالأمس.
الدافئ على حدود بلادنا وهي أولوية الأولويات، ونحن من الذين لسنا من الذين يؤمنون بتسبيق الخبز على الكرامة. فقد حاول الجنرال دوغول أثناء حرب التحرير أن يلعب على الثورة. كنا نتمنى من المملكة المغربية أن تتفهم الأوضاع وأن تفهم بأن المشكل السياسي لا يحل إلا سياسيا، وأنه ليس من السهل حل المشكل عسكريا، ولكن الظاهر وبتشجيع من أوساط وبدعم، أرجع الموضوع للتاريخ كذلك، من أوساط فرنسية المملكة المغربية تريد أن تحول الصراع إلى صراع جزائري مغربي لتغطية الهزيمة، لأن هناك مأزق. السياسة المغربية هي الآن، أو سياسة المملكة المغربية هي الآن في مأزق في الصحراء، ولإخراجها من المأزق لابد من تحويل هذا الصراع إلى صراع جزائري مغربي. ما كنا نتمنى هذا الصراع، ما كنا نتمنى هذا الصراع، ولكن والحالة هذه لابد أن نقبل الصراع إذا فرض علينا. ومثلما فشلت سياسة التوسع وسياسة القوة وسياسة الحديد والنار في الصحراء الغربية، ستفشل لا محالة ضد الشعب الجزائري، ستفشل لا محالة ضد الشعب الجزائري. لكن على الأقل أمام العالم وأمام التاريخ لابد أن نسجل من سيكون المعتدي، لأنه أعلن عن الاعتداء. أما التفسيرات التي استعملت والحجج التي استعملت من طرف رئيس الدولة المغربية فهي حجج قد استعملها المستعمر قبله وحكم عليها التاريخ كحجج تنبني على فكرة الاعتداء. ورغم هذه الحالة فإننا نعتقد بأننا سنلتقي غدا أو بعد غد أو في كذا من سنة مع الشعب المغربي. سنلتقي، سيأتي اليوم الذي نلتقي فيه مع الشعب المغربي. فلهذا ما نسبش أبدا المستقبل، ندافع على حدود بلادنا فقط، ندافع على حدود بلادنا فقط، ونقولها بكلمات بسيطة.